السلام الله عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. كما الإخوان طلبوا مني نلوح لهم هذه يوميا، إن شاء الله نقلو حالكم يوميا، وهذه ممكن هي تساعدكم من خلال الدوسير كات ديالها، ومن خلال باساج اوبليجي، ومن خلال الفافوري والباتخ الفافوري والنون سيتي ديال لا كورس والفرنش اوفرتيرف. بالنسبة للكانتي ديال اليوم جابوا لي بتيني ميلو معاهم الكانز. بالنسبه لبعض الاصدقاء الدولي بونيس وصافي، ما الديزورت ما طاحش عندهم باسكو كان دخلوا لنا في لاباز وخلاو داك السماته هو مور اكس لي بونيس وصافي. هذا ما كان انا الكورسه كانت شويه ديفيسيل، يعني دخلوا طروانه في ان في لاباز. هذا ما كان بالنسبه للايكوري ديال بارب كان عندها هنا في كانز، جابوا الكانز اللي كان في البيناليزاسيون وكانت وقيله في لي فيميل ديال لي 300، ولكن الدوسير كات كانت 100% الباساج اوبليجي اللي ما جاش، وغالبا الباساج اوبليجي ما كانش صحيح، ولكن هذا الباساج اوبليجي ديال غدا غيكون صحيح 100% 5 3. هي نورمالمون الباساج اوبليجي ديال اليوم كان فيها 3 6، انا مشيت درت ليها نفسيس باساج اوبليجي كان فيها 3 6. على كل حال اخواني الكرام، الدوسير كات اليوم جمعوا منها 3 و 15 وحيدوا 16 10 حيدوهم. النون سيتي جا الان ما جاش ال 14، دوماج مشينا مع ال 14. السبعه ما اقتنعتش ب 100% على ود لاكورد اللي عنده، هذا هو اللي خلاني انا ما نذكرش رقم سبعه. هادشي اللي كاين خوتي، وهذا يوميا نقلوح لكم هاد البارتي هادي، ممكن ديروا لها سكرين او لا تسجلوها عندكم وتخدموا عليها. بالنسبه للتحليل اخوتي ولا اللايف ما كنعتقدش انا غادي نبقى نديرو، لان صافي الاتجاه غادي يكون عن طريق الواتساب والاصدقاء. دخلوا معنا شحال من واحد تواصل معايا في الواتساب، ما عليناش الخوت. هادي بنادم اللي على قدو تيلعب ديك البريزا ولا جوج، راه غينقب من هنايا غيشوف الدوسير كات اشنو غادي يختار منهم. شوفوا كيفاش الدوسير كات راه فيها 6 6 5 ويت، واش 6 6 غيطلع واحد و 5 ويت غيطلع واحد، والباساج اوبليجي ضروري غيطلع غير واحد، الفافوري والباتخ الفافوري خاصو يطلع فيهم واحد، نون سيتي اوبليجي تلعبوا منهم اخوتي، واحسن عاود غنشوف فيه هو الجوج. هذا ما كان الخوت الفلان شوفارتير كتقول بان طروا 5 6 يعني كاين واحد التشابه ما بين الدوسير كات والفلان شوفارتير، ما عدا الويت اللي عندها 4 ايام في الدوسير كات وعندها 5 ايام في الفلان شوفارتير. تبقى لينا الان هو الكات والناف والاونز والدو والدوز والكينز. هذوما بالنسبه للكانتي تقريبا كانوا قتلوا بزاف ديال الخيل، نورمالمون كانوا قتلوا بزاف. انا كان عندي الواحد 100% صراحه، الواحد حطيته غانيو ان تروا كات، ولكن انا ما كنلعبش البيناليزي صراحه، ما كنلعبش لي بيناليزي، خاص العود اللي تيربح اللي تيكون غير مرشح، ولكن جيت تزيد تقرا عليه. انا من طبعي ما كنقراش على الصحافه ولا لون ترينور اشنو كيقول، هذاك الشيء كامل غير تواشي. 75 مليون الاوردر ديالو، يعني ان طروسات كينز جابوها بالفرد وختمها ليهم الويت ك ان بيتويابل رقم 8. ديزوردر كان دار مليون ونص، بونيس كات 2000 درهم، والبونيس تروا 300 درهم. الجيملي ديالو خلص. هذا ما كان خوتي. بالنسبه للبروغرام اخوتي راه مازال ما وصلنيش من عند الصديق اللي بغى يلعب على هادو. مهم انا ما حطيت، انا فقط شديت شكلت لا ميثود ديالي والمسائل ديالي حطيتها لكم. ما قاتل لا سايز لا سيس لعب بالعادي. ها هي الخوت 6 6 5 ويت، باساج اوبليجي 5 3، فافوري باتخلو فافوري 6 5، نون سيتي اندو 10 12، والفرنش شوفارتيرف كتقول لكم نطلعوا على ديال. هي نورمالمون الباساج اوبليجي ديال اليوم كنا تقلبنا فيه صراحه، هادي وقيله شناهي هادي بونيس تروا ديال الصديق يوسف اللي كان خصو الكنز وكانت عنده ناف كنز. الان ما كانش عندهم
يعني السبعة كان في الديليسي، السبعة كان في الديليسي، توربني راه على ود لاكورد، راه ماشي شي حاجة أخرى أوسط، على ود لاكورد. دونك الدوسير كات كان جاب فيها طروا كنز، طروا كنز، والفرنشو فالتير جابت غير الطروا، طروا وهبطوا لتحت، حتى السبعة ما عندهمش. نون سيتي جا الآن، أنا كنت متأكد من الآن 100%، وتفرجت ليه في ديك لاكورس، عاود ألو، الفافوري الباط دخلوا فافوري جا الطروا. لا غير طروة. المهم الخوت باساج اوبليجي لوجيك، راه كانت طرواسيس، كانت طرواسيس، وانا يا تعمدت ندير ليها نفسيس للاسف. هذا ما كان خوتي، واحد الصديق ضربو الاه، دوماج ضربو الاه، ضربو الاه، صيفط لي الورقه قال لي ضربني داك الاه للاسف الشديد، ديزوردر مليون ونص. المهم اخوتي ها هي كلهم قدامكم، 6 16 5 8 دو شوفو باز باساج اوبليجي 5 اولا 3 فافوري 6 وغادي يباطي الخمسة، غالبا تيكون فيهم واحد، ماشي دائما وانما غالبا تيكون فيهم غير واحد. 6 راه تيمشي عند الثلاثة، 6 كيمشي عند الثلاثة، هذا ما كان كيمشي تل عند، والخمسة راه كيمشي عند 16، والسيس كيمشي عند 3 وعند 8. لوجيك ثلاثة د الخيل تيخرجوا تما، أولا هما شحال كاينين أصلا، كاينين خمسة، إما غيخرجوا ثلاثة وتكون الكورسة شي شوية فافورية، الكورسة فافورية يعني طروا سيس، طروا سيس ويت كتكون الكورسة قريبة، أولا كطلع سانك سيز وكتكون الكورسة صعيبة، كيدخلوا جوج الخيول ديال نون سيتي، ربما حتى ثلاثة. هادشي اللي كاين، دمتم في رعاية الله وحفظه. اللي بغى ينضم غدا راه الانضمام ان شاء الله. تحياتي لكم ومع السلامة.